اهلا بكم مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، هنا على الهواء مباشره من مقر النادي الاهلي بالجزيره، نطلعكم بكل التفاصيل وزياره معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، زيارته الاولى للنادي الاهلي فور توليه مسؤوليه وزاره الشباب والرياضه، وبالتاكيد كان على راس المستقبلين لوزير الشباب والرياضه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وسياده الوزير الاسبق للشباب والرياضه ونائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق، والاستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي، وأستاذ طارق أنديل، والدكتورة رانيا عيواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ودكتور محمد سراج الدين ودكتور مهند مجدي أعضاء مجلس الإدارة. لكن لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. سيادة العميد، أولا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وزيارة هامة جدا لوزير الشباب والرياضة الأولى فور توليها المسؤولية لمقر النادي الأهلي، إطلعنا على تفاصيل الزيارة وما دار في هذا الاجتماع. طبعا اولا احنا بنبارك للدكتور اشرف صبحي على تولي ملف الرياضه الشباب والرياضه، وده ملف مهم جدا جدا سواء في المرحله السابقه او المرحله القادمه، دي ملف مهم. الدكتور اشرف مش غريب عن الوسط الرياضي، ويمكن احنا كلنا عارفينه اخ، ويمكن كل كليه التربيه الرياضيه بتهني نفسها لاول وزير شباب والرياضه يبقى فعلا ابن كليه التربيه الرياضيه وعنده خبره علميه كبيره جدا، عنده خبره اداريه كويسه. ان شاء الله باذن الله احنا بنتمنى له التوفيق والنجاح في الفتره اللي جايه. احنا اشتغلنا مع بعض، يمكن هو قال الحمد لله في 2013 لما كان رئيس هيئه الاستاد. دكتور اشرف طبعا يعني برضه دي مميزات اللي انت تولي المسؤوليات للاعمار السنيه اللي هي لسه، مش عايز نقول بقى احنا خلاص احنا يعني في اعمار سنيه، هي مش هقول شاب، هي عدينا للشباب، بس برضه بتتحرك بسرعه وعنده سرعه حركه. هو من ساعه ما تولى الملف في الوزاره، يمكن هو قال اول زياره ليه كانت مراكز الشباب عشان يهتم بالشباب، ورساله واضحه جدا لكل الشباب المصري، وتاني زياره على طول الانديه الرياضيه القطبين الكبار نادي الاهلي ونادي الزمالك، واي واحد في مكانه لازم يعمل كده. ان انت تروح للنادي الاهلي، طبعا انت عارفين النادي الاهلي قطب رياضه كبير جدا جدا، والنادي الزمالك نفس القصه. انا سعيد جدا جدا ان هو اتكلم النهارده في ملف مهم قوي، وبدايه كلامه كانت حاجه كويسه قوي، اللي هو النهارده الملف عوده الجماهير، وهو متحمس جدا واحنا كلنا متفائلين بهذا الموضوع، ويمكن هو هنبدا فعلا ان شاء الله باذن الله بالتعاون معاه، واحنا يعني قول فول سبورت معاه جامد جدا، احنا عوده الجماهير اللي احنا متبنيين الملف، ويكون هو اللي ابتدى وبادر، لان احنا متاكدين ان الدوله عايزه فعلا خلال الموسم دوت يبقى في عوده للجماهير بشكل كويس جدا. فهنبدا الحمله التوعيه، وهيبقى في اكيد لقاءات الفتره اللي جايه. هو زي ما اقول احنا طبعا بنرحب بيه، يمكن كابتن خطيب اول لما يعني المفروض احنا كنا سباقين، لكن هو رتمه سريع ما شاء الله يعني كويس، ربنا يوفقه. هو جه النادي الاهلي وشرفنا فيه النهارده، وان شاء الله باذن الله هيبقى فيه زياره وفد من النادي الاهلي هيروح يهنيه في مكتبه، وهيبقى فيه بقى ملفات متعدده زي ما هو قال. انت النهارده هو محتاج النادي الاهلي ومحتاج نادي الزمالك في المنتخبات القوميه في الدعم الرياضي بشكل كويس. الاهم اللي انت هتهتم بالرياضه الفتره اللي جايه عشان تغير الفكر للشباب بتاعنا، اهم حاجه بالنسبه لنا الرياضه. كل ما انت هيبقى عندك قاعده رياضيه بتاعتك على مستوى واسع، كل ما انت هتبتدي توصل للشباب بالشكل اللي هم عايزينه. النهارده خلاص اختلفت الامور، اختلفت. الشاب النهارده بقى في عنده سرعه حركه، في متفتح النهارده زي ما انت شايف، متابعه كاس العالم شكل عامل ازاي، متابعه دوري اوروبا شكل عامل ازاي. الدوري المصري هو برده لفت النهارده، النادي الاهلي نجح في اللي هو يبيع تسويقيا حقوق البث وحقوق الرعايه بمبلغ كويس جدا، اداله الارم اللي هو انت النهارده لا السوق المصري سوق كبير جدا جدا، ولكن ازاي هتحتوي الشباب الفتره اللي جايه، ازاي هتعلو بشان الرياضه. هو قال لك انا كنت في اللجنه الاولمبيه، انا شايفه بيتحرك ودي حاجه كويسه جدا جدا، ربنا يوفقه واحنا سعداء بيه جدا ونرحب بيه. وزي ما انت شفت النهارده مجلس اداره بالكامل، اللي موجودين واللي مش موجودين كانوا عايزين يبقوا معانا، احنا في عند اعضاء مجلس اداره زملاء في الخارج، فلكن كل المجلس اداره بالكامل، رئيس النادي ونائب رئيس النادي يعني الصندوق، اعضاء مجلس اداره بنرحب بيه وسعداء، وان شاء الله ما تبقاش الزياره الاولى والاخيره، يعني هتبقى الزياره في زيارات متعدده باذن الله الفتره اللي جايه. هل هناك ملفات اخرى تحدث اليها دكتور، او تحدث دكتور اشرف صبحي مع مجلس اداره النادي الاهلي؟ ايضا تهنئتكم بخصوص الرعايه، يمكن تحدث على ان النادي الاهلي استطاع ان يحقق مليار جنيه في حقوق الرعايه والبث الفضائي، وتحدث عن هذا الامر ملف الجماهير كما حضرتك ذكرت. هناك ملفات اخرى، تهنئه اخرى للاهلي في عديد من الملفات اكيد يعني تم الانتهاء منها خلال الايام القليله الماضيه. لا شوف انا زي ما انا بقول لك يعني رساله الدكتور اشرف كوزير شباب والرياضه واضحه وصريحه، يعني النهارده كونه اللي هو اللي بيبقى سباق بيوصل مراكز الشباب بسرعه دلوقتي عشان يشوف الشباب ويوصل لهم باسرع وقت ممكن، ويجي القطبين الرياضه المصريه الاهلي والزمالك، فدي رساله واضحه وصريحه. والرساله يعني زياره النهارده هي رساله
للمجتمع المصري كله ازاي تحافظ على استقرار اكبر ناديين في مصر، كرة القدم الرياضة في مصر. فدي لازم يبقى الناس فاهمها كويس قوي، وده كان اساس الرساله. يمكن هو تطرق، وده طموح وانا حسيت بيه بقى، لان هو احنا نعرف القصه دي، اللي هو ملف الجمهور تطرق على هامش، لكن هو ده بالنسبه له هدف اساسي اللي هو عايز يتحرك عليه. الملفات الاخرى بيقول لك لسه اللقاءات هتبقى ان شاء الله متعدده، لكن هو اساسا جاي عشان يقول للناس النادي الاهلي ونادي الزمالك دول قطبين الرياضه في مصر، لازم هنحافظ على الاستقرار بتاعهم بشكل كويس. ايضا تابعنا تهنئته للمجلس عندما تحدث عن مجلس اداره النادي الاهلي بوجود قامه كبيره كابتن محمود الخطيب، استاذ العمري فاروق العقليه ايضا اقتصاديه بوجود الاستاذ خالد الدرندله وعقليه ماليه، الشباب شفنا بيتحدث عن الدكتور محمد سراج، دكتور مهند مجدي. المجلس فيه توليفه وفي جدا بالنسبه لاداره اكبر نادي في الشرق الاوسط هو النادي الاهلي. يمكن هي دي يعني الدنيا كلها شايفه كده، مجلس اداره النادي الاهلي فيه هرمونيكا جميله جدا، فيه عنصر شباب نسبته كبيره، ويمكن هو الكابتن خطيب قال كمان انت اللجان بتاعتك كلها في النادي الاهلي 55% تمثيلها شباب، مجلس ادارتك النهارده برضو نفس القصه. وبس مش عايز اقول برضو ان احنا معانا امين صندوق ومعانا رئيس النادي ومعانا، مش عايز اقول اللي هم عجزوا، لا هم شباب برضو معانا. فمجلس فيه تنويع، فيها مهندس، فيها دكتور، فيها دكتورانيه برلمانيه، في يعني في تنويع خلاص. فهي دي حاجه كويسه جدا، ازاي انت النهارده هتحافظ عليها وازاي تعمل ده دور الدوله، ازاي تعمل سبورت للمجالس الادارات اللي موجوده. وهرجع اقول تاني، هي رساله واضحه ازاي تحافظ على استقرار اكبر قطبين رياضه في مصر، وازاي هننبذ الفتره اللي جايه التعصب بفي حسن نيه ان شاء الله، وده المفترض باذن الله، لان دول هرتقي بالرياضه الفتره اللي جايه. ايضا ابرز ما قاله الكابتن محمود الخطيب لوزير الشباب والرياضه في استقباله النهارده لوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. يعني هو طبعا كابتن محمود رحب بيه، ويعني احنا هرجع اقول تاني المفروض احنا كنا نروح له، بس هو يعني سبق وجالنا بسرعه جدا. احنا سعداء بيه اللي هو موجود ورحب بيه، يعني انا هرجع اقول لك هي رساله جميله جدا منه ولفته طيبه منه جدا جدا اللي هو يجي النادي الاهلي، وهي مش هتبقى الاولى مش هتبقى الاخيره، يعني هتبقى الفتره اللي جايه هتتكرر الزيارات دي، وهيبقى في لقاءات الفتره اللي جايه عنده في الوزاره باذن الله لمناقشه بقى ملفات كتير جدا هتتناقش بشكل كويس، هتعرفوا النتيجه قريب باذن الله. توفيق سياده العميد. ربنا يخليك، شكرا. ربنا يخليك، شكرا.